فقد تم تحييد القانون روحاً في معظم الحالات ونصاً في حالات عديدة، خدمة لتفسيرات وتأويلات تصب في مصلحة دول ومجموعات بعينها. نحن لسنا بصدد إعادة اختراع العجلة. تؤكد بلاد سوريا دعمها للجهود الهادفة إلى تعزيز سيادة القانون على المستويين الدولي والوطني، وتؤكد أن تقديم المساعدة لهذا الغرض يستوجب حكماً الامتناع عن تحويل هذه المسألة إلى أداة من أدوات الضغط السياسي أو استخدامها كذريعة للتدخل في شؤون الدول أو الانتقاص من سيادتها.